اليوم فريق الوداد كينهزم امام النادي المكناسي، ما كنطيحوش من قيمه فريق النادي المكناسي، ولكن انصار فريق الوداد كانوا كيطلعوا الفوز بالمباريات باش يعني يعتليوا صدر الترتيب وباش يبحثوا عن لقب وباش يمشيوا في الاتجاه اللي كانت فيه الوداد هذه سنوات، لكن المردوديه ربما كتخون العناصر ديال فريق الوداد. المستوى كيبقى مستوى جد متوسط. صحيح ان الوداد يعني جلب عناصر كثيره وعناصر منها اللي عنده خبره وعنده مكانه، لكن السؤال كيتطرح، واش تستغني على لي بيلي وعلى العناصر المهمه داخل الفريق بواحد العدد كبير وتجيب عدد كبير من اللاعبين جداد؟ واش هذا معطى اللي يمكن يخدم مصلحه الوداد ومدرب جديد؟ فصعيب صعيب اننا نلقاو يعني ديك التوليفه وديك التشكيله اللي يمكن ترد لينا السمعه ديال فريق الوداد والصوره ديال فريق الوداد. اللي نتمناو على ان المدرب مكوينه والمكتب المسير لفريق الوداد يدارك الموقف في اقرب وقت ممكن باش ترجع القوه للفريق الاحمر فريق الوداد الرياضي. ومن هذا المنبر كنشد بحراره على فريق النادي المكناسي اللي حقق الانتصار واللي بعناصر يعني ربما كنقولوا انها غير مجربه، فيها عناصر قليله اللي عندهم تجربه، كيستطاع انه يهزم فريق الوداد، كيستطاع انه يحقق نتائج طيبه في بطوله هذا الموسم، وكينتمي لكوكبه المقدمه. هنيئا لفريق النادي المكناسي بهذا الفوز، وهارد لك لفريق الوداد الرياضي اللي نتمناو ليه على انه يستجمع قواه في اقرب وقت ممكن ويرجع البسمه للجمهور ديالو والانصار ديالو. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور، منتوجه المغربيه للالعاب والرياضه. ام دي جي اس، نربحوا الرياضه.